السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم يتوجه كادر برنامج أرض السواد إلى منطقة كانت أمنيتي أزورها، زرتها أول مرة وكان عمري 5 سنوات فقط. منطقة سياحية، أثرية، دينية، ثقافية، اقتصادية، وأيضاً زراعية، وهذا اللي يخص اليوم برنامج أرض السواد. مشهورة بزراعة الرمان، وبساتين الرمان موجودة بكثافة، وأيضاً زراعة أخرى، موضوع العنب، مواضيع أخرى مثل التمر وأيضاً الزيتون وأيضاً المحاصيل الاستراتيجية. من المدن القليلة اللي مذكورة في معجم البلدان، دائماً لها إرث تاريخي جداً قد يفوق 1450 سنة، فإذن عندها تاريخ كبير جداً. تبعد عن كربلاء تقريباً 80 كيلومتر مربع. إحنا اليوم بعين تمر، المنطقة الزراعية الجميلة جداً اللي كانت مكان استجمام للكثير من العوائل العراقية. هذه المنطقة المشهورة بالينابيع، من اسمها العيون الينابيع، ولكن للأسف عام 2006 و2007 الينابيع جفت، فأهلها اتجهوا إلى موضوع المياه الجوفية. أيضاً يعانون من مشاكل كثيرة وكبيرة جداً، وهو قلة الدعم الحكومي اللي موجود في أغلب المناطق الزراعية. فاليوم كيف نحافظ على هذه المنطقة الزراعية المهمة؟ كيف اليوم نحافظ على إرثها الثقافي والحضاري والديني وأيضاً الاقتصادي اللي بالخصوص هو الزراعة؟ راح تكون جولة جداً جميلة رغم السلبيات، وراح نلتقي مع أهل هذه المنطقة، منطقة عين تمر، اللي محافظين على طيبتهم وكرمهم وأخلاقهم الجميلة. فإن شاء الله تكون حلقة ممتعة، ابقوا ويانا. طبعاً نرحب بيك أحمد في برنامج أرض السواد. طبعاً بالبداية خلي أعرفكم قبل ما يتكلم أحمد. أحمد يمتلك بيج في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الفيسبوك، يعطي نصائح للمزارعين، لأصحاب البساتين، وأغلب نصائحه بالفيديوهات هي تكون نصائح مجانية. وأيضاً يمتلك مكتب زراعي. تعرفون إحنا للأسف في بلد يعيش يعني تراجع كبير بموضوع الدعم الحكومي للفلاح، فاليوم حقيقة نفتخر بشباب عندهم هذا الطموح وعندهم يوم الحس الوطني من أجل زراعتهم، من أجل المحافظة اليوم على بيئة المدينة اللي عايشين بيها. وخاصة احنا اليوم نتكلم عن منطقة مهمة، عين تمر أو عين التمر حسب ما كل واحد يتكلم أو يطلق لها تسمية. رحب بيك أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكادر القناة وأهلا وسهلا بكم في قضاء عين التمر. ربي يخليك. الله يحفظكم. الله يحفظك. أحمد، أنت ولادتك في عين تمر؟ أنا ولادتي في عين التمر. يعني أنتم عائلتكم أصولها؟ أصولنا في عين التمر. بعين تمر. إحنا عشيرة البحردان، هنا عند الأنباري، لقب بحردان. الله يحفظك. الله يخليك. أريد تشرح لي اليوم أيضاً، يعني إحنا وصلنا إلى من بغداد إلى كربلاء، وبعدين أيضاً أخذ وقت كبير من عندنا من وصلنا من مركز كربلاء إلى عين تمر. شنو هي عين تمر؟ تعتبر منطقة زراعية أو واحة؟ قد بعدها عن كربلاء؟ تاريخها شنو؟ شنو المعالم اللي بيها؟ طبعاً عين تمر منطقة تاريخية، دينية، سياحية، كلها تعتبر يعني نعم. بجميع النواحي زراعية. تبعد عن كربلاء تقريباً 80 كيلو. يعني بها تراث، يعني مثل حصن الخيضر مقدمه شفتوها نعم. وبها عيون كان سابقا يعني ب 2007، وهاي بعدين هسه جفت، صار جفاف راح ندخل بهذا الموضوع. أيه. قطارة الإمام علي. قطارة الإمام علي بالطريق تلقوها هناك. مرقد السيد أحمد بن هاشم. السيد أحمد بن هاشم مالح منطقة عندنا. نعم. أيضا سمعت أكو كنيسة قديمة جدا. كنيسة يعني موجودة. كنيسة شمعون أو قصر شمعون هم موجود. نعم. كله موجود تراثيا يعني موجود منطقة. وشنو موضوع السبايا أيضا؟ خسيف هناك عندنا منطقة خسيف فيها آثار سبايا رسول سبايا. نعم آل البيت اللي صارت في واقعة الطف الأليمة. نعم. عليهم السلام عليهم جميعا. السلام. أحمد أول مرة زرت عين تمر كان عمري 5 سنوات أو 6 سنوات. زرنا المراقد الدينية المراقد أو المراكز الأثرية. كانت أكو عيون يعني حتى كان نغسل منها وعيون باردة وهاي وأغلب السكان كانوا هم عايشين عليها. لما دخلت الى الان هاي العيون ماكو ليش؟ نعم عيون تقريبا جفت خلال 2006 2007 يعني كلها جفت العيون. اسباب اليوم بدنا نحكي تاريخ على منطقه أيه. مذكور اسمها في معجم البلدان. اي عيون كانت يعني عندنا عين السيب، عين الحمراء، عين الملقواني. ولا وحده بقت؟ ولا وحده يعني كلهن تقريبا 5 6 عيون كلها جفت. زين هي هاي المنطقه ما عندها نهر؟ لا ماكو نهر بس منبع طبيعي يعني من الارض المنابع الطبيعيه. زين شلون سمعتمدين انتم كمياه؟ هسه اعتمادنا على المياه الجوفيه فقط، وهم مع مرور الزمن يعني داعي شوي شوي داعي تقل المياه الجوفيه حتى داعي تقل لان بسبب انخفاض الامطار وانخفاض منسوب المياه يعني منابع المياه. تعرف انت الدول هسه داعي دول المنبع ما داعي يطول العراق مي هواي اساسهم يعني الماي فداعي يجف شوي شوي اضافه الى ممكن جفاف الامطار. فاحنا قمنا نعتمد يعني ليش انا حتى الزراعه نحافظ الزراعه العراقيه نعتمد على التنقيط. هسه اغلب شيء اكو ناس يستخدمون اغلب شيء هسه يسوون الري الحديث تقنيات الري الحديث بالتنقيط حتى شنو تقل هم نقل المياه وهم نحافظ على النبات شوي شوي يعني يحصل قدر المياه على. زين احمد خلينا نرجع شوي بالتاريخ. صح يعني اليوم احمد اللي يشوفه يقول الطفد عمر كبير جدا هو لكن كبير بعطاء. مواليد 97. مواليد 97 يعني تخرجت من جامعة المثنى كلية الزراعة. الله يحفظك. حصلت على المركز الأول في قسم الوقاية. المركز الثاني على كلية الزراعة. ممتاز ربي يحفظك نفتخر بيك الصراحة يعني. أحمد يعني اليوم تاريخيا مثلا أهلك ناس أجدادك قالوا في يوم من الأيام أو سنة من السنوات انقطعت مثلا الينابيع ورجعت لو ما مر إنه في يوم انقطعت المياه بالينابيع الطبيعيه اللي راحت بال 2007 او 2006. لا يعني ما جفت يعني جفت نهائيا لان تدري المطر ماكو يعني قل يعني كل ما جالد يقل يعني هاي اول مره جفت. اي جفت بعد ما طلعت يعني ما رجعت ابد. لا ما رجعت هسه يعني حفروا لها ابار يعني وسووها يعني كم يعني سياحه شلون سياحه اللي يجون السياح يعني واحد شلون دا يرضي نفسه سوى مقتنع انه فصبوها يعني صبوا يعني تقريبا للاسف ترسوها يعني على مود شوي اللي يجون السياح. الابار جد هنا لازم تنحفر يلا تطلع المياه حسب يعني كان قبل يعني حتى 7 أمتار وتطلع مي بس هسه يعني هسه تقريبا 60 حتى وصل 60 يعني 60 المي يطلع لازم يصفى لو هو مي جيد؟ لا بعضها يطلع مي بس نسبه الكبريت هنا بعين التمر عاليه تطلع نسبة الكبريت مي كبريتية يعني. ممتاز. حتى هسه هاي تعتبر إيجابية لو سلبية؟ هم تعتبر بعض المرات بها إيجابية بها سلبية. هاي العلاجات اي العلاجات كانوا قبل يعني يجون اكو عين هنا يتعالجون بها يعني مثل حمام العليل بالموصل. اي يجون اي واحد عنده مثلا حباية كان قبل هيك ياخذه بس يسبح قبل يطير. ما شاء الله حلو. هاي كانت كل عيون هيك تقريبا عيوننا هيك يعني هسه حتى المي البير هسه مي البير هسه هذا عندنا مالت المي كله كبريت بس عندك اي حساسيه فشي تسبح من عنده طبيعي هسه يصير جسمك جيد. مصورين يريدون يسبحون. اي هو خليه يسبحون احسن يتنشطون شويه. جيد احمد خلينا ندخل بالواقع الزراعي. عين تمر يعني ما شاء الله هي من اسمها اكو شيء زراعه تمر. اي هو شنو مشتهره؟ اكيد النخيل اولا يشتهر من النخيل طبعا. انواع هواي النخيل بالتمر هي اغلبها يعني هسه بعدين نجي على انواع التمور هسه. ايه شنو بعد الانواع الرمان اكثر شيء الرمان التمر ورمان والحنطه. والحنطه. هنا أنا مزارع الحنطه، مزرعه استراتيجيه هنا. اي مزارع حنطه، يعني هسه على طول البريه كلها شوفوا حنطه. نعم. يعني منا واصل السيد احمد بن هاشم هاي كلها حنطه، ومنا يعني تقريبا واصله يعني راح تصل كربلاء كلها حنطه هاي مزارعيها. جيد. يعني خير من الله يعني. استراتيجيه ممكن واحد يركز ايضا على هذا الموضوع. رمان قلنا، رمان وهسه تفاح ومشمش. نعم بس هسه تفاح ومشمش خلص واحد باقي يمكن الرمان. بس هسه اعتماد هسه بس على الرمان وال نعم. اكو زراعه خضروات، خضروات موجوده كلها مشتهرين بها، الرقي، بطيخ، الخيار، العطروزي، نعم هذا يعني البانيه، البانيه امشي البانيه هسه هاي بانيه، هسه هاي بانيه مال عين التمر. أي. يعني درجة أولى يعني. ليش درجة أولى تختلف عن البقية؟ تختلف عن هذا، مميزاتها حلوة يعني. مثلا إنه يعني شو اسمه لونها حلو، أخضر شوية على بياض. فهمتك. فيكون ناضجة شو اسمه. نعم. حتى تكبر. وأغلب يعني السوق. تقول مثل عشان احنا نقول متعصي يعني. أي. تكبر زين تصير. أي. نعم. من تطبخ تصير يعني شلون يعني طريه جدا يعني تصير. اها. فتكون ويمكن اكو معلومه اغلى من بقيه المناطق. اغلى طبعا. اي يعني مثلا اذا تقول هاي 4000 ذيك ب 2000 مال كربلاء هيك يعني. يعني درجه اولى. زين خلي نرجع لل انا اسميها المأساة اللي صارت قبل عده سنوات، موضوع العيون مياه. يعني اليوم من منطقه معتمده على المياه اليوم الينابيع الطبيعيه. أي. وللاسف تنقطع بصوره فجأه، وانقطعتها صار لها تقريبا من 2007 الى اليوم يعني سنوات. اي كبيره يعني عبرنا العشره 15 سنه تقريبا 15 هذا عمر. يعني اليوم الحكومه او الدوله او وزاره الزراعه او زراعه كربلاء اي جهه مختصه رسلت وفد علمي، عرفت ليش انقطعت، خلت انه بدائل. لو انه اليوم موضوع الابار لا فكره من عندكم انتم اليوم الموجودين بعين التمر. هي اعتماد يعني من البدايه يعني اعتمادهم على الابار، يعني من قطعه النهر يعني اغلب البساتين انتهت دمرت يعني كلها بساتين يعني سيوراويك هناك ذيك جهه الانهر انه يعني نخال مات كل شيء مات عندهم. فسووا يعني اهل الاهالي يعني حفروا ابار، يعني هذا اللي عنده يعني الامكانيه قبل حفر بير وسوى يعني البستان رجعها على طبيعته. مياه الشرب منين؟ مياه الشرب بعد يجينا من كربلاء يعني. اكو مشاريع مياه من كربلاء. الثروه الحيوانيه اكيد عندكم؟ الثروه الحيوانيه موجوده ايضا. المياه منين تشرب؟ هو من الابار والله الموجود يعني عندنا. ممتاز، خلينا ندخل بضمن تخصصك المهم. أي. وهو الوقايه. أي. وتخصص حقيقه مهم جدا يعني. ممكن حشره واحده مرض واحد تقضي على حقل كامل. اي طبعا. تعب مال سنه كامله ممكن يروح بيومين ثلاثه. استاذ احمد شنو اليوم انواع الامراض اللي تصيب البستنه خضروات بعين تمر؟ انت اليوم من خلال مشاهدتك شنو اكثر شيء دا يعانون منه؟ هسه دا يعانون اكثر شيء هسه خاصه بهاي اشهر الصيف الحاره يعني انتشار الذباب البيضاء. الذباب البيضاء والحلم الغبار. خلينا نبدا بالذباب البيضاء، هاي شو تسوي؟ هذا الذباب البيضاء طبعا هماتين تنتشر امراض فيروسيه بالنبات، يعني اي نبات تصيبه يعني هي حشره صغيره يعني تقريبا ما تكاد تشاف بالعين مجرد يعني. انه يعني صغيره بيضه شويه. نعم. اي بس خطرها اكثر من الحشرات اللي نشوفها الكبار يعني، لان شو تسوي؟ امراض فيروسيه تنتشرها تخلي الهرش يعني ضعيف يعني هسه النبات وانتاجياته اقل، ضعيف وانتاجه اقل. وحتى الثمره تكون مو بالحجم، الورقه تكون يعني صفراء. بس هذا كله ما بي امراض حسب نظرتك الاولى. لا هسه يعني قليله يعني هسه الامراض بي حتى موجوده فقليله ما تاثر عليه. اها. بس الدغل هم عندنا الادغال تاثر على المحصول وتقلل الانتاجيه. فيعني قسم عندهم بعضهم يقولوا ليش الانتاج عندنا قليل؟ انتاج قليل يعني من يصير عندك آفه موجود حلم الغبار او ذباب بيضاء او التريبس او المن او يكون دغل جوا. يعني هذا لانه راح يشاركه بالغذاء. راح يشاركه بالغذاء. احنا من كنا صغار نعرفه يعني فيكون ودرجه حراره عاليه. صحيح. لان النبات يحتاج شنو درجه حراره؟ يعني من 30 40. في العراق ايش دا يصير؟ اكثر 70. اي 52. فيقولوا ليش ما دا ينتج يعني قليل يعني. فانه اكو هاي اسباب. المرض الثاني ورا الذباب البيضاء هذا حلم الغبار. هذا شنو هذا؟ هذا غبار يعني ينتشر مثل التراب يصير على الورقه. هسه واغلب شيء اذا يشوفون هذا الشجر كله مثل تراب صاير فوقها، هذا مو تراب حقيقه، عبالهم تراب قسم عندهم يقول لك هاي غبره. أيه. لا مو غبره هاي، هذا تشوفه بالمجهر تشوفه كائنات يعني يتمشى يعني ويتغذى عليها، بس هو الحلم يعتبر من الحشرات. كائن منفصل عندنا شريه؟ لا كائن منفصل يشبه العنكبوت. بس شنو ما ينشاف الا بالعين بالنبات اللي نشاهده شلون النسيج العنكبوتي. اي مثل العنكبوت بس ما ينشاف بالعين مجرد يعني ينشاف هو بشنو صغير حيل يعني. ممتاز. فهذا الخطر مالته نعم. اكبر من خطر الذباب البيضاء. احد المنشورات اللي مهمه اللي لاحظتها انه عندك بعض اظن الفلاحين يتصلون بك عندكم بعض الامور انه مثلا حتى تكبر الثمر، الرمان وغيرها من هذه الامور. موجوده يعني مثلا عندنا خلطات يعني نسوي لها حسب يعني كل هاي الخلطات نستورد يعني هم ينطونا اياها من الخارج لو انت تجيب مواد تجمعها؟ لا انا اجيب المواد حسب يعني تشخيص البستان، ما اروح اشخص البستان اشوفه يعني شنو يعني مو جاهزه انت؟ لا انا اسويها. حلو ممتاز. يعني انا اسويها شلون يعني اشوف شنو نقص النبات، وانا اختصاصي كوقايه نبات يعني انه لازم اعرف النبات شنو يحتاج. نعم. حتى انه يعني ينمو بطريقه سليمه. فنحتاج مثلا اشوف الثمار مثلا يتعاني من الصغر او فشيء قبل انطيه مثلا خلطه مكبره للثمار فتكبره. نعم. او مثلا عندنا فسائل النخيل او الحمضيات. فهمتك. يشوفوا بقسم عندهم يقول لك 6 سنوات ما تنمو عندي، فانا اروح يعني اروح له او اقول له جيب لي اوراق من عنده. أيه. فيجيب لي اوراقي وانا اروح البستان اشوف شنو النقص. اكو تقصير من الارشاد الزراعي. أيه. صراحه. نحط له يعني خلطات مثلا نشوف شنو انا ما اقدر اليوم احرجك. اي بس يعني اكو للاسف يعني اليوم اكو دائره مهمه اسمها الارشاد الزراعي ايضا دورها اليوم توعي الفلاح العراقي، مع العلم الفلاح العراقي فلاح متميز ولكن اكو بعض الامور الحديثه اللي قاعد تدخل للاسف ما بيها تطوير مستمر. احمد جيتنا اليوم كلش حلوه العين تمر رغم حراره الاجواء خلينا نغلس عليها. اسمح لنا تجي ويانا نتجول بعين تمر ونمر على الفلاحين على البساتين نشوف وضعيتهن لان هاي اول زياره لنا في عين تمر. ان شاء الله حبيبه احمد ان شاء الله نقدم الارشادات وهذه النصائح ان شاء الله. الله يخليك الله يحفظك. احبتي المشاهدين مثل ما وعدتكم في بدايه الحلقه قلت لكم حلقه متميزه ومميزه جدا لان عين تمر حقيقه سياحيه جميله رائعه اقتصاديه كل شيء بيها جميل. فلا تفوتون هاي الحلقة وابقوا يعني. ارحب بيك حج محمد وطبعا نتشرف بلقائنا اليوم وياك في برنامج ارض السواد وسمحت لنا نصور بهذا البستان العامر ان شاء الله بجهود اهله وجهودكم وجهود الخيرين. شلونك ان شاء الله بخير؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا. الله يحفظك الله يخليك ويا مرحبا. نتعرف باسمك؟ محمد ناصر حسين. تحياتنا اكيد لك. طبعا حج محمد خلي اليوم اعرف انا تعرفت من يم احمد على مواضيع كثيره على تخص عين تمر. لا خلينا ندخل بالزراعه. نعم. ماني مار بالكثير من المناطق الزراعيه اللي تهتم موضوع البساتين. نعم. الصراحه لا تزعل من عندي. لا بساتين عين تمر مو مثل قبل. صحيح. مو مثل الصور القديمه، مو مثل صحيح. الكثافه والانتاج. صحيح. واليوم اللي يقول لك الثمر حتى يختلف اقل، يعني اليوم احنا نشاهد نعم خلفك رمان مو ذيك الكثافة ولا بذيك الكمية ولا بذيك النوعية الثمر، شنو الأسباب؟ الأسباب عديدة. نعم. منها أولا كثرة الأمراض. نعم. وعدم حصول الفلاح على الدعم الحكومي، سواء بالمبيدات. نعم. اللي يعالج بها الأمراض مثل الذباب البيضاء من ساعة ذكرها الأخ أحمد صالح. نعم. والحشرة العنكبوت والدوباس. نعم. حشرة الدوباس. ماكو أدوية أو علاجات يقدر يتناولها الفلاح عن طريق الحكومة حتى يبادر بمكافحة المزروعات مالته. هاي وحدة. الثانية قلة المياه. المعروف عين التمر ارتكازها على المياه الجوفية. صح. في قديم الزمان العيون هي اللي المرتكز الرئيسي، كنتم معتمدين عليها. نعم 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 معتمدين عليها، لأن عين التمر ما يمر بها أي جدول مائي. أرجع وأقول هي عبارة عن واحد. نعم وسط نعم نعم نعم. فبعد ما جفت المنابع الطبيعية، طبيعة الحال بعد السقي وري المزروعات ما يحصل على مي اللي يكفيه، فالتجأت أكثر الفلاحين هسه مثل ما شفتوا على آبار الارتوازية. فأصبح مكلف بعد على الفلاح. يعني لا اليوم الآبار والله نقدر نقول يوم شيء إلهي، موضوع اليوم. نعم نعم. جفت والشيء اليوم بسبب قلة مياه، والحمد لله والشكر. نعم. ممكن اكو مصدر ثاني هو المياه الجوفية. صح. دا يسد مو 100% بس الحمد لله. لا نعم. الدعم الحكومي، تكلمت في موضوع الدعم الحكومي، يعني شنو دعم حكومي؟ شو تريد؟ الدعم الحكومي يعني اليوم انا البساتين ادري بيها اكو كان طائرات رش. نعم. كانت تجيكم؟ نعم نعم ماكو. قبل تجينا اي قبل موجودة. نعم. وباشراف. شو كنت اخر مرة جتكم طيارات رش؟ يعني يمكن اجت من بعد السقوط 4 أو 5 مرات وانقطعت. هي لازم كل سنة؟ لازم كل سنة، كل موسم. كل موسم تجي. زين. نعم. تجي. يعني المشكلة أيضاً يعني اليوم نعم. عندكم جمعيات فلاحية، عندكم دائرة زراعة تخص عين تمر. اي نعم موجودة. يعني هم يطلعون عليكم حملات يسووا لكم العلاجات الهاي لو ماكو؟ لا ماكو، هذا ماكو واحد يحكي من يدي يسولف، يعني كل شيء على الشيء الملموس. يعني هسه مثل تقول طلعوا وشافوا لازم هذا فد النشر او تعالج، هذا الشيء ماكو ابد، هذا الشيء ماكو نهائيا ابد. موضوعنا اخر، موضوع الكيمياوي واسعاره. نعم الكيمياوي اصبح من المعضلات. ليه؟ اصبح من المعضلات. يعني انا هسه واحد من الناس كفلاح اشتري الكيمياوي هسه حاليا بالسوق، الوزنه ما نقول على الطن، الوزنه ب 220,000 دينار. ال 100 كيلو ب 200 كيلو 220,000 دينار. في 10 يعني 2,200,000. نعم هاي 2,200,000 سعر كبير. هذا موجود حاليا بالعراق يعني. صحيح انتم مجموعه من الفلاحين اتفقتوا تجيبون استيراد؟ اي نعم. منين جبتوا؟ بعدنا لحد الان ما جايبين، بس متفقين على اساس نجيب على حسابنا من الخارج. ايش قد تقريبا سعره؟ السعر مالته بالخارج هو مطروح عندهم 1,875,000 دينار. نعم. الطن الواحد. الطن الواحد. الطن جد يكفي؟ الطن يعني هسه هذا بستانك كم دونم؟ هاي بستاني 4-3 دوانم. 3 دوانم ايش قد يحتاج لها كيمياء؟ يحتاج لها 3 دوانم. الدونم تقريبا اذا كوجبات يعني 4 وجبات الدونم الى 35 كيلو. 35 كيلو. هاي وجبات تستمر؟ وجبات مستمره. يعني يحتاج لك انه كالموسم الكامل؟ كالموسم الكامل يحتاج لي طن ونص. طن ونص يعني تقريبا 2.5. نعم. 2.5 مليون. اي نعم. هاي زيد الكاهل عليك. زيد الكاهل. وبالاضافه تجي للمنتوج اللي تحصله تعرضه للسوق ما يرتقي بالمصروفات اللي انت صارفها ابتداء من عملك. يعني عامل انت تشتغل، مو مخلينا عامل احنا. صحيح. بالاضافه الى المصروفات اللي احنا مخلينها كيمياوي وادويه وكرام. نعم هذا كله محسوب الى حساب لازم تنتبه. زين حاج محمد، انت اعتمادك الاقتصادي على شنو؟ شنو الفواكه؟ الفواكه عندي الرمان، اي، وعندي الزيتون. الزيتون يعني تبيع منه لو هيك؟ اي ابيع منه، بس هذا من كثره الامراض هذه بعد قام ما يقدر يحمل. انتاجه مو قوي يعني، ماكو انتاجه مو قوي. وعندي هذا التين. التين خلاص موسمه، انتهى موسمه. وعندي تفاح. انا بعد تفاح ايضا خلاص. نعم. يعني حاليا رمان الرمان يعتبر ناضج؟ لا هذا بعد هسه حاليا بعد ناضج، بعد له تقريبا شهرين. هذا شهرين. وهاي الامراض هسه بالصدفه هسه هاي الامراض هاي احد الامراض اللي هي مسببه باتلاف هاي. شو اسم هذا المرض؟ استاذ احمد هذا نقول له خياس. من ايه؟ اعطينا اياه. هذا خياس، هذا ايضا بكت. اي نعم. هذا يسبب حشره، هم حشره. هاي يسبب حشرات. نعم مشابهه للدوده مالت الطحين. هسه من تفتحها تلقاها نفس الدوده مالت الطحين، حمراء الطير تنتقل من شجره الى شجره. هاي انتهت تعتبر؟ نعم اي هاي انتهت. هاي انتهت. هاي حتى اذا نلقاها هسه، اذا نلقاها لازم نخلص الباقي من عندها، لازم نقطعها، ما نخليها بالشجره لان تعدي من وحده لوحده. نعم. يعني للاسف يعني ما كانت اكو هيك امراض هالبيت. لا مو ماكو هيك امراض، اكو بس كانت قليله. العواصف الترابيه اثرت عليكم؟ العواصف الترابيه اثرت. نعم هاي هسه مخلفات هذا التين هسه اصبح كل محروق هذا التين، كثر الغبار وحشره العنكبوت اثرت عليه، واثرت على حتى على الانتاج مالته. مشكله. بالرغم انا اخذت عندي تواصل ويا مهندس احمد. اي. واخذ عنده تعليمات ويعطيني منشطات للاشجار ويعطيني اسمده ويعطيني ادويه مكافحه ومستمر عليهن، بس من صارت العواصف الترابيه نهت هذا كل العمل اللي انا قمت به. يعني استاذ احمد يفرح من تجي عاصفه ترابيه. الله يخليك، لا المزاح وياك ربي يحفظك. يعني اليوم اقتصادنا ايضا مستفاد من الزيتون. ايه الزيتون شنو تبيعه لو تروح المحصره لو شنو؟ لا ابيع. منو ياخذوه؟ ياخذوه عند جماعه يشتغلون بالطرشي. ها يستفادوا من الطرشي؟ يستفادوا من الطرشي. يعني اليوم حتى اخوتنا ما يعرفون الطرشي بغير دول. المخلل يعني ونقول له مخلل احنا نقول. شنو نوعيه هذا الزيتون؟ هذا الزيتون خستاوي. يعني اكو تسميه التمر خستاوي؟ نعم. شنو الانواع الاخرى للزيتون؟ زين اكو زيتون اسود الماني. ها اي هذا عراقي اصلا. هذا عراقي خستاوي. يعتبر نوعيته افضل؟ نعم افضل من باقي النوعيات. ممتاز. بيش يشترون منك الكيلو؟ الكيلو ابيعه بالجمله ب1000 دينار. بالجمله مالته. مع العلم بغير دول سعره جدا عاليه. احنا بالنسبه هسه تجي ذاك اليوم انا اطلعت على بعض المنتوجات بالدول الخالي، مثلا البانيه. البانيه معلبه بكرتون مال حلويات. 5 قطع فوق و5 قطع جوا ب9 دولارات. لا ذاك يوم انصدمت باليابان. اي حبه الرق الواحده 24 دولار. اي بالدولارات يعني. هم اللي يسمعون الفلاحين يزيدون الاسعار. دير بالكم عاودين مواطنين. لكن تختلف يعني اليوم دول الاقتصاد يجوز الدخل الشهري يختلف للمواطن اليوم حسب كل دوله اليوم ودخلها الشهري. يعني مثل ما ارجع واقول لك اريد اقارن بين عين تمر وبقيه المناطق. يعني مثلا اذا نزرنا الدجيل نلقى بساتينه عباره عن عنب متوحدين. نعم صحيح. ليش يوم عين تمر زيتون رمان نخل تين يعني مسافه قريبه؟ صحيح متنوعه يعني. انتم متقصدين بهذا الموضوع؟ نعم هذا متقصدين به، هذا لان يعتبر شلون كسد حاجه بيت يعني مو وسيله كتجاره. زين يقول لك انا ازرع 10 هاي النوعيه 10 من هاي النوعيه اسد بيتي والزايد ابيعه. تبيعه؟ المناطق ذي الاشياء انا من ضمنهم، انا داخل مناطق سامرة والدجيل وبلد ديك. لا اختصاص زراعه وتجاره، تجي يعني مثل هذا حوض خاص بس للعنب، حتى المكافحه مالته والخدميات مالته خاصه تختلف. نعم تختلف. نعم. تمر ما مستثمره انت بذاك الشكل الكبير، ما اشوفه هواي يعني. التمر؟ التمر لا عندي هنا بس بعد يعني هسه مثل هذا كله يعني بهذا المستوى بعد يعني مو. يعني سؤالي عن هذا اللون الصار بيده هذا بسبب المرض؟ اي نعم. اي هذا الخياس. الخياس بسبب المرض. اها. فاليوم يعني مشكله حقيقه. يعني حد الان بدي اشوف ماكو الدوده اللي نحكي عليها. ماكو مو؟ ماكو؟ يعني زين يعني هاي هنا. هذا هنا هي هاي شو اسمه الحشره هي تحط توضع بيضه هنا نعم وهذا يصير هنا سلبوح هنا وتخيس. فهمتك. مسبات ثانويه الفطريات يعني هذا المركز المركز نعم المركز الفطريات هاي صار اصابه ثانويه. مشكور استاذ احمد همزين قلنا فرحنا قلنا ماكو جانا استاذ احمد اللي قفلنا لا موجود هذا مشكله اكيد اي راح نحكي بها مشكله نفس التقرير الاصابه يعني للاسف حرامات هذا التعب والمجهود هيك يروح يعني ما اعرف انا سؤالي الى وزاره الزراعه قلت اتفقنا مع وزاره الدفاع بطيارات الرش وراه قلت لا ما صار اتفاق الان اقروا القانون الامن الغذائي اللي كثير من الكتل خلينا نحكيها صدعت راس نبي قاتلت على هذا القانون نعم ومخصصين يمكن بال450 مليار تقريبا للزراعه او اكثر ومخصصين ايضا مبالغ لموضوع الطائرات الرش. فكنت اقروا قانون الامن الغذائي قبل شهرين. العلم المستحقات مالت الفلاحين. هاي لاول سنه يلا ينطوها بوقتها. بوقتها. هذا الشيء وحييناهم وسوينا لهم حلقه كامله عن هذا الموضوع. هاي ولا باقي السنوات لا يعني موسم العام اجى موسم عليه ثاني الشهر الثاني عندنا فلح بعدها ما مستلمه كانت. ما مستلمه. مستحقات مالت الموسم زين هذا شو راح يدير عمله؟ وهو مطلوب وعد راح نظل ارض السواد يضغطون على هذا الموضوع ان شاء الله بخدمتكم. ان شاء الله ونتشرف اليوم جينا حكينا وياكم اهلا وسهلا ونتمنى لان انتم ناس ايجابيين وناس معطائين للاقتصاد العراقي مو فقط مستهلك فشكرا لك استاذ محمد او حج محمد ناصر اهلا وسهلا على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا اهلا وسهلا الله يحفظك رحب بيك ابو وليد ربي يحفظك ويطول عمرك وضيف عزيز في برنامج ارض السواد، صحتك شلونها؟ انا اشكرك الله يخليك، صحتك شلونها؟ صحتي الحمد لله شكر لله الله بوجود الله والخضر اللي هو اخدم به الحمد لله يعني الله منطينا العافيه والحمد لله والشكر. يعني هنا مقام الخضر. نعم. اها. هو الخضر نهايه لازم يقولون عليه السلام. الخضر عليه السلام نعم. هو أحد عدة مقامات له صحيح أحد المقامات اللي هو موجود في عين التمر ليش موجود هذا المقام؟ يلا نعم لأنه هو الممر النيثمي بين الشام وبين الكوفة والبصرة فمن هو بالنسبة للخضر مسكن القديم بالشعب فمروره مر بالطريق يعني اليوم عين التمر هي حلقة وصل بالزمن البعيد بين الشام وبين والعراق وبين العراق نعم نعم فبالنسبة لها سميت عين تمر نعم هي لهذه الحال الممر النيثمي نعم. فتسمى الواحة الخضراء في بطن الصحراء هي صحيح هي واحة خضراء وسط صحراء في بطن الصحراء. نعم. فبالنسبة لعين التمر تشتهر بالتمر بأنواع عديدة. نعم. وأهمها البلاليز، العوين تيوب، الزينات، جبيلي. اي. هسه هاي شنو نوعيتها؟ هذا زهدي. والورق ذاك كله زهدي؟ هذه بربن. واللي بظهرك؟ اللي بظهري زهدي. زهدي. هاي خستاوي. اها ما شاء الله منوع. هذا البستان خاص بيك. البستان هذا خاص بيك. بستانك ملاصق للمقام الخضر. للمقام عليه السلام. وسبحان الله بالنسبة للخضر مثل ما يقول إذا صار على خشبة يابسة تخضر بعون الله. صحيح. فبالنسبة إلى سبحان الله اللي بدواير البساتين ظلت عامرة رغم مي ماكو على المياه الجوفية. رغم العيون من انتهت فسبحان الله هماتين ظلت دائر مدايره موجود الحمد لله المي والحمد لله. هاي بركة أكيد الأولياء الصالحين والأنبياء والأئمة اللي موجودين. احنا نشكركم ربي يخليك. لا العفو حجي على إتاحة هاي الفرصة الثمينة. حجي اليوم أنت صح اليوم نقولها بالدارجة القيم بمقام الخضر ولكن أيضا تعمل بالزراعة. شنو اليوم تعانون منه انتم كفلاحين في عين التمر؟ شنو اليوم الصعوبات اللي قاعد تواجهوها؟ شو تطلبون اليوم للجهات بالنسبه الى ظهر للعيان الخضر عليه السلام ظهر للعيان لا حلم ولا شو اسمه يقظه. اجى الشخص كان أحمد بن هاشم. نعم. قال له عندكم مقام الخضر في عين التمر؟ قال له اي موجود. قال له بالنسبه للخضر موجود بهواي مكانات، قال لي هو موجود بعين التمر. اوصف لك مكانه هو الشخص اللي اجى يقول لي هذا الشخص. قال له موجود ببستان ومقابيله مجرى مي يسمى باسمه، النهر اللي كان يجري نهر الخضر. قال له مظاهرته خلا طويله تسمى باسمه. يقولوا لها دقلة الخضر. موجوده. موجوده. هسه نشوف. فبالنسبه تقول للراعي البستان كان طينه وحجر مبني. أي. يعيد عمارة المقام ويبشر بالمال والبنين. الحمد لله. الله شاهد على كل ما أقولها. نعم. فسبحان الله بالبداية كانت عندي بنية واحدة. أي. يصيرون 4 ولد و4 بنات. بالنسبة شو اسمه من قال المال والبنين. أي. المال أيضا احنا خوالي كانوا سكنهم وين بالأحساء السعودية. الشرق السعودي. اي الشرق السعودي. القطيف والهذا. فبالنسبه لهم من اجوا القطعه اللي مال سكنهم ما باعوها. اي. بعد ما بنيت المقام انباعت القطعه وبالنسبه قد اللي صرفت على على بناء القبه 3 مرات. اجاني من أنت. الحمد لله والشكر. والحمد لله والشكر. يعني بين قوسين انت ما محتاج دعم حكومه وهذا. لا لا ابدا. ببركه الله وبركه الخضر ومشتغل به مستمر وحتى يوافيني الاجل ان شاء الله. رب ان شاء الله يكون عمرك طويل. الله يخليك. اليوم حاج انت اليوم بستانك زارع به تمر وبعد. زارع بيها بالنسبه الى ازرع بيها مستمر الخضره، الجات، البانيه مثلا، باذنجان. نعم. ما سمعت عليك معلومه ما تودي العلوه بالصواني يم بيتك تبيع يم المقام. يصير اكو زايد نودي. ايه. وبالنسبه مزروع بيها مثلا الاثمار شو اسمه تفاح، رمان، عنب. أه. مشمش. ممتاز. فسبحان الله يعني هذا المي اللي هو بماده الكبريت ينطي طعم خاص. لك يضيف له. فالحمد لله. كل التحيه والشكر لحضرتك وربي يطول عمرك ويحفظك. وهم زين اعطيتنا فرصه انه نلتقي بشخص مثلك مؤمن بمبدا وعقيده ثابته. شكرا جزيلا. واحنا يسرنا انه اليوم نصير لكم معازيب ان شاء الله. على راسي انت شوفتكم هي اكبر هديه لنا في برنامج ارض السواد. فدوى الامر. شرفنا هذا وجودكم. شكرا جزيلا. الله يخليك. الله يحفظك. طبعا احمد كل الحب والتحيه لك، صرت صديق البرنامج، بدينا وياك وراح نختم وياك، وتشرفنا بحضورنا بعين التمر. شرفتونا بعين التمر. الله يخليك. احمد، خلال استجوالي ولقائي مع اخوتي من الفلاحين الاصدقاء اللي موجودين هنا، مشكلتهم صح اكو مشكله مياه، ولكن عوضه المياه الجوفيه صح؟ صحيح. مو الحل الامثل. صحيح. بصراحه. بس عندهم مشكله موضوع الوقايه. عندهم عتب على موضوع مثلا ماكو رش، ماكو توفير مستلزمات اليوم للوقايه من قبل اليوم دعم حكومي بصراحه. اليوم شنو يعني اليوم الوقايه؟ هل هي يعني موادها صعبه حصول عليها او شنو؟ شنو اليوم يخلي الفلاح او يخلي المزارع ما يسوي وقايه، ما يساعد نباتاته محاصيله، شنو السبب؟ طبعا المكافحه لو تقيسها بالحقيقه انه نقول غير مكلفه. شلون هسه تقول لي غير مكلفه؟ يعني مثلا نعتبر انه البستان مثلا خلال الاصابه انه مثلا نعتبر طلعت مليون. مكافحه ايش قد تكلف؟ مثلا 100,000 للبستان. نعم. اذا كافحت مثلا الاصابه راح تحصل مثلا انه ماكو تلف للثمار، وراح تنباع كدرجه اولى، لان الثمار نظيفه وسليمه. صح. راح تكون مثلا راح تربح بها 3 ملايين، طلع 100 مكافحه، خلي مليون و900,000، ارباحك زايده. زين، لا ليه نشوف اغلب البساتين ما قاعد يكافحون؟ ما يكافحون، ما عندهم يعني تقريبا دعم مادي، يعني مادي ما فهمت. اي ما عندهم يعني هذا اللي يعني عنده ماده يعني يدعي يكافح ويدعي يحصل. يعني ممكن فكره انه اخذ قروض بسيطه من الدوله وكافح وبالربح ارجع. طبعا هي خوش فكره هاي. زائدا الادغال، هسه يشوفون الادغال منتشره بالبستان، هاي الادغال هم تاثر، اصابه تكون شلون البيات الشتوي وين تكون دائما بالادغال. صحيح. او بالليف مال النخل. صح. فيكون من تظهر الاصابه دائما تظهر بالصيف، يعني الشهر السادس، خاصه للحلم الغبار. اي انتشار النخل بشهر السادس السابع يعني. نعم. انه هذا يحتاج لمكافحه، اول شهر السادس انه تكافحه تبان ماده ابامكتين او الكبريت، ف يعني مو بمبلغ يعني بسيط يعني، فتكافح معليش يعني. زين، يعني اليوم مصابة. نقدر نستغني عن موضوع الرش بالطائرات؟ لا، الرش بالطائرات يعني ضروري، لازم، لان النخل هذا عالي والاشجار يعني يقول لك اكو يحقنوه يعني للنخل. اي الا هولدر مو كل الفلاحين عندهم، يعني الهولدر غالي، فالفلاح ما يقدر يشتري، يعني هاي الامكانيه قلت لك انه اللي عنده امكانيه انه يقدر يكافح، بس اللي ما عنده امكانيه ما يكافح، فهاي مشكله يعني من عندها الفلاح، فالدوله لازم انه بالطائرات تكافح لهم، لازم يعني. اي فيحصلون نتيجه. يعني اليوم كل اغلب الفلاحين هنا بعين التمر يجون ياخذون استشاراتك او استشارات زملائك؟ طبعا استشارات نعطيها احنا مجانيه، طبعا الاستشارات دائما حلو. اي دائما يستشيرون، يعني مثلا يجي ابو وليد يقول لك يابا بستان شفت مثلا النخل صار به هيك شيء، شنو نعطي الحلول يعني شنو يسوي؟ يعني اذا مثلا ما عنده مثلا نقول له وخر الدغل، مثل اصابه قديمه مثل الرمان، شفت الاصابات الموجوده. صح. فنشيل دائما الاصابه، التقليم دائما نقلل من الاجزاء المصابه ويحرقها خارج البستان، يحرقها فتكون قليل الاصابه، تقلل. نعم. الاصابه. هاي يعني طرق الوقايه. ممتاز. اي عندك كلام اليوم يتوجه للجهات المختصه للعنايه بعين التمر؟ عندك افكار اليوم انه يا بعين التمر تحتاج فلان شيء فلان شيء؟ يعني انت اليوم ايضا نعتبرك صح، انت اليوم اكاديميا خريج زراعه، ولكن ايضا تعتبر مزارع. طبعا. صح لو غلط؟ طبعاً. وكلنا احنا جذورنا رجال مزارعين احنا. شنو اليوم تقدم انه الفلاح ايش محتاج؟ اليوم نتكلم بلسان الفلاح بعين تمر. طبعا عين تمر حتى بيها نقص من الكوادر الهندسيه، يعني هنا ما شاء الله. انت مهندس واخوك مهندس، شنو يريد بعد؟ اي مو ماكو تعيين من الدوله. اي يعني مثلا الدوله ما معينه مهندسين هواي يعني زراعيين. اي فهنا نقص عين تمر بالمهندسين الزراعيين، ماكو مهندسين زراعيين فيعتمدون عليهم، يعني شلون الدوله مثلا تحتاجون تخصصات. تخصصات مثلا. نعم. تخرجهم ويا الفلاحين انه يطلعون شلون يكافحون النخل مثلا بايام الاصابه مثلا. هذا اللي عندك هذا حفار، هاي النخله شوف مليانه حفار، انه شوف حتى ضعيفه صارت، ضعيفه. هذا الحفار لازم حقن مبيد. يعني مو كل الفلاحين. هذا مو الدوباس. لا لا، هذا حفار موجود، حفار ساق النخيل او جذع النخيل. هذا يحتاج حقن. هذا يعني صوت شنو هذا؟ هاي حشرات نداس هيك. اها. هم يأثر. هم يأثر، كله يأثر. أحمد، بما احنا اليوم وصلنا وقطعنا من بغداد إلى كربلاء كم كيلومتر؟ 80 كيلومتر. من بغداد إلى كربلاء. من بغداد إلى كربلاء ايش قد؟ 90؟ تقريبا 90. وياها 80 تقريبا 160 كيلومتر. يلا وصلنا لكم. هي منطقة تكون تقريبا شمال كربلاء، قريبة أيضا على حدود محافظة الأنبار. واحة، أرجع وأقول هاي الواحة كنا نشوفها مسلسلات كرتون، بالأفلام القديمة. يعني سندباد لما كان يلقى واحد مشابهه لها، يا سبحان الله. قلت نعاني من نقص الخدمات، شنو تعانون؟ ايضا صح هو مو زراعي، ولكن احنا بعد جيتنا وقلت انت اول قنوات من اوائل القنوات الفضائيه اللي وصلنا هنا. شنو الخدمات اللي تعانون منها عين تمر؟ خدمات مثلا المي هنا قليل، المياه يعني مصدر المياه قليل هنا، كمياه شرب وغسل. مياه شرب يعني كل مثلا كل منطقة يعني كل 4 أيام يلا يجيها فساعتين مي يعني يهدوها. هاي يعني المياه نقص بعين التمر. كهرباء. كهرباء شوية قليلة همات يعني. ايش قد؟ يعني حتى لو تجي تنزل شوية مخفضة يعني. ساعتين بساعتين؟ اي. يمثلني. والله بالعاصمة بساعتين. الله يخليك. والطرق يعني شوية، طرق يعني انت تدري الطريق شوية قاعد يصير مشاكل شوية. الأمور الطبية، مستشفيات. مستشفيات هم نفس الشيء قليل. عين التمر كلها بيها مستشفى لو لا؟ بيها مستشفى بس. كم يعني سرير عندك معلومات؟ لا ما عندي معلومات. صغيرة؟ يعني على قد القضاء يعني. ممتاز. يعني كل التحية والشكر والمحبة الله. إلك الله يحفظك. إلك والوليد اللي ما حب يظهر بالشاشة المهندس المدني الأبو وليد ربي يحفظك. لكل أهلنا الأستاذ محمد ناصر والأخوة التقينا بيهم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الله يخليك الله يحفظك. طبعا أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، اللي الحمد لله والشكر لأول مرة نوصل إلى عين تمر أو عين تمر، عين التمر حسب بعد كل واحد ولهجته وكيف تعلم عليها. هذه المنطقة اللي أرجع وأقول تمتلك إرث ثقافي تاريخي ديني اقتصادي كبير جدا، حلقة الوصل بين الشام والعراق. للأسف معاناة كبيرة جدا. إذا برنامجنا تخصص زراعي فأيضاً أوكو بمعاناة كبيرة القطاع الزراعي. أما الأمور الأخرى الخدمات للأسف حدث ولا حرج. اليوم عين تمر لو موجودة بأي دولة تعتبرها مزار سياحي. وجود هذه المدينة قبل ظهور الإسلام تقريباً ب50 سنة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى نجي السنة القادمة أو الشتاء القادم يكون الأجواء والأمور والدعم أكبر للمزارع والفلاح في عين تمر. نلتقيكم بحلقات أخرى بمختلف أقضية ونواحي وقرى العراق. إلى اللقاء.